هي شوف باختصار المباراة هذه أنا في وجهة نظري طبيعي أن البرازيل يفوز على كوريا، لكن أنه مش طبيعي تكون بهذا المستوى الهزيل أمام ما قدمته في الأدوار التمهيدية. صحيح. أنت المدرسة التدريبية البرتغالية تعتبر من أحدث المدارس اللي متطورة قاعدة تدمج بين اللاتينية وبين الأوروبية، ولكن أنك تكون بهذا التعنت، أنا أحيي أبو عبد العزيز على الالتقاطة حقت المباراة الودية. أنت لك أن تتخيل أن في المباراة الودية الهدف الأول دقيقة 7، اليوم الدقيقة 6 الهدف الثاني ركلة جزاء، اليوم الهدف الثاني ركلة جزاء، ايش سبب ركلة الجزاء؟ لو شفت بعد ركلة الجزاء او قبل ركلة الجزاء سوء التمرير، سوء التمركز، اخطاء في عملية التمرير، الاندفاع بالضبط، الكلام مش موجود بالضبط، ما في، ما تحس انه ما في تجانس، كانك الحارس ما تكلم واللاعب اللي وراه ما تكلم. انجح المدربين شو يسوي كابتن؟ انجح المدربين اللي يختار الطريقة اللي تتماشى مع امكانيات لعيبته. صح، ليش انا احمل لعيبتي اكثر من طاقتها؟ انت ممكن تنهزم البرازيل وطبيعي فريق لا تاريخ ولا اسم كبير، لكن بهذا المستوى الهزيل انا اقول يعني بنسبه 80% مدرب هو اللي يتحمل هذه المباراه امام اللي سواه. ليه؟ لانه اصبح فريق مكشوف، هو يوريك مو هو الحاله، حتى الكادر اللي معاه في عمليه قراءه المباراه، قراءه الخصم، انت جيت بفكر اخطات، هذه ميزه مباراه ودينك لما تغلط تجي تصحح. هنا قاعد تلعب مع البرازيل الفريق الوحيد اللي ثابت من اول مباراه رغم النقص اللي موجود عنده، فريق شرس، فريق مختلف الفريق البرازيلي. لما تجي تشوف التطور اللي صار في الكره البرازيليه، ترى البرازيل 20 سنه ما جاب كاس العالم ولا زال هو داخل بشراسه، خاسر كوبا امريكا الماضيه امام الغريم التقليدي الارجنتين، فحيدخل المباريات هذه حيدخل حياه وموت، لانه هو 20 سنه وخاسر لقب امام الارجنتين، الارجنتين يتصاعد في البطوله، ضغط جماهيري. في المقابل الفكر التكتيكي الفني عند اللعيبه البرازيليين، اول زمان كنا نشوف البرازيل لعيبه مهاريين على مستوى عالي، لكن تلقى لعيبه كسولين في الملعب. اليوم المجموعه، النقطه المهمه اللي تكلم عنها كابتن عباس امس، ان انت لازم تتطور مع تطور كره القدم، عمليه السرعات، شوف كم واحد يمتلك السرعات، شوف عمليه تبديل المراكز، شوف عمليه رغم انه تسعه هو راس الحربة الثابت، الا ان تشوف التحولات اللي تصير وتبادل المراكز اللي موجود وكيف يجي من الخلف، هذه ما تجيبها الا لياقه بدنيه، سرعات، القدره على الاستشفاء والكادر الطبي اللي موجود. نيمار مبارتين ما يلعب ويجيك جاهز يلعب 90 دقيقه في اليوم، فريق شرس، فريق قوي جدا صراحه، يوريك الفكر التدريبي، يوريك كيف انه قرا الكوري، لكن الكوري للاسف ما دخل بعنصر المفاجأة، قفل ملعبك، ترى تلعب مع فريق على مستوى عالي جدا، ما تحتاج فيه، لا تقبل المغامرة مباراة البرازيل تماما. لذلك أنا أعتقد مباراة خلصوها بدري من الشوط الأول، تغييراتهم صارت في الشوط الثاني، أعتقد أن احنا مقبلين على مشاركات فيها طحن وفيها كسر عظم.